طيب جزئية تانية، لو سألتك على فكرة انتقالات يناير، والناس ربطت انتقالات يناير اللي جاية هيكون لها علاقة بقائمة الأهلي اللي هيتم إرسالها للفيفا يوم 31/3، هل انتقالات يناير هتكون المورد الأساسي لقائمة الأهلي في مونديال الأندية، ولا هيبقى لسه في جانب تاني في الفترة من 1 ل 10/6؟ طيب حلو جدا الموضوع ده، عشان سؤال بس حلو. اتوضح طبعا في شوية تفاصيل كده. خلينا بس نتفق على شيء، ان اي بني ادم بيفهم بربع جنيه كوره هيعرف ان انت مستحيل تجيب لاعب في الفتره من اللي هي الفتره اللي اذا اتعملت، عشان بس انا لا اثق في هذا الامر، اتعملت من 1 ل 10/6 اللي هي اديتها الفيفا للانديه اللي هتشارك في كاس العالم للانديه، اي حد عنده بربع جنيه كوره هيفهم ان انت مستحيل تجيب لاعب في 4 5 ايام وتلعبه وتحطه في قائمه اساسي في محفل هو الاهم والاكبر بالنسبه للانديه، فالطبيعي ان انت يبقى تركيزك على انتقالات يناير، كل اللعيبه اللي انت بتستهدف ان انت تجيبها واحتياجات مارسيل كلها اللي انت تجيبها تجيبها في الفتره دي. طيب الفتره بتاعت من 1/10 هتشتغل فيها لو انت جبت تجيب مين؟ هتجيب حد بقى اللي هو مثلا انت عارفه هو عارفك. انت لعيب عينك المدرب شايفه بيلعب قدامك في الدوري المصري مثلا، شافه 30 مثلا 10 15 مره، لعيبتك لعبت معاه في منتخبات او حتى ما لعبتش معاه في منتخبات لعبت قدامه في انديه، او لاعب عندك كان بره مثلا معار زي احمد عبد القادر او ديانج وانت عايز ترجعه هو حافظ فرقتك، لكن الطبيعي ان انت انتقالات يناير دي هي اللي هتكون الفيصل في ان انت تجيب اللعيبه اللي احتياجات كولر، لا انا بتكلم بلغه المنطق والعقل بعيد عن التفاصيل اللي عندي في هذا الملف، انا بتكلم بلغه المنطق والعقل واللي نعرفه عن مارسيل كولر، لان مارسيل كولر مش هتجيب له لاعب محترف مثلا مهاجم يوم 8 يونيو وانا اول ماتش عندي يوم 15 وتقول لي لاعبه، فلسفه مارسيل كولر مستحيل مستحيل في محفل زي كده، انت ما عندكش الريسك، الماتش هيوديك في حته تانية وماتش عليك وماتش ينزلك اكيد.